النسبة الأخيرة دي هي اللي ودي بتبقى اللي في المراحل المتأخرة. المراحل المتأخرة وبعض أنواع الأورام، هي المسؤولة عن السمعة السيئة للأورام حتى الآن. لكن لما نبص على ورم، يعني على مرض مش مرض بسيط، ونقول إن نسبة الشفاء التام أصبحت 50% في إن شاء المجمل، الله فدي حاجة كبير. تؤكد إن حصلت تطورات كبيرة. زي ما حضرتك بتسأل، في تطورات كبيرة سواء في التشخيص، إن إحنا بدأنا نقدر نحدد أنواع معينة من الجينات المسؤولة عن الأورام، أو ما يسمى بالبصمة الوراثية للأورام، وبالتالي نقدر نستهدفها بعلاجات كتيرة. الحاجة التانية إن إحنا قدرنا نشخص الورم بشكل أكثر دقة، وبالتالي يبقى العلاج أكثر دقة. بقى في وسائل أكثر تطورا تقدر تحدد هل إحنا فعلا وصلنا لمرحلة الكمون أي في الأورام ولا ما وصلناش لمرحلة الكمون، بحيث أنا همشي تحت المتابعة ولا هكمل العلاج. دي حصل فيها تطورات كبيرة. برضو زي ما حضرتك قلتها، إن بقى في كمان تطورات في الاكتشاف المبكر في أنواع أي معينة من الأورام. التطورات دي مسؤولة عن إن إحنا نرفع نسبة الشفاء في أنواع كتيرة من الأورام إلى نسبة فوق 90%، زي أورام الثدي، زي أورام الخصية هنتكلم عنها برضو، بقى نسبة الشفاء فيها بغض النظر عن قصة الاكتشاف المبكر من الشفاء التام برضو فوق 90% في ما أنواع شاء الله كتيرة منها. ما شاء الله. فما كان يتم تداوله عن الأورام إنها مرض مميت هو يجانبه الصواب، ولازم وإحنا بنقوله ونبقى عارفين إن كلمة ورم دي مش حاجة واحدة. صح. هي أولا كلمة ورم ده عنوان يندرج تحت بقى تحت بنده أنواع كتيرة جدا، كل نوع منها ينتظروا أنواع، يعني ينتظروا نتيجة مختلفة عن التاني، سواء هو في مراحل مختلفة أو غير حتى مراحل مختلفة. فما أقدرش أحط كل الأورام في سلة واحدة بالظبط وأسميها إن هو بقى بالظبط حاجة ما تتسماش، أو تمام. يعني هي الحمد لله أنا بدأ الحمد يحصل لله، يعني لانه فيه اهتمام يا دكتور. بطريقة إلى الهزيمة يعني. احنا عاوزين نقول دايما بنضرب المثل فيما يخص التعامل مع الاورام والخوف منه، زي ما كان فيروس سي، يعني فيروس سي فيما يخص الكبد، وان كان ده قطاع اخر، لكن الابحاث وكل يوم في جديد. خلينا نتكلم عن اورام الدم. ايه المقصود باورام الدم، وهل هي المقصود بها فقط اللوكيميا زي عند الاطفال ولا حاجه تانية؟ تمام. هي اورام الدم هو احنا عارفين ان هو مصنعه فين؟ مصنعه في حاجه اسمها نخاع العظم، ايوه يعني نخاع العظام هو المسؤول، ده موجود جوه عظمنا في انواع معينه من العظام، مسؤول عن ان هو ينتج مكونات الدم. ايه هي مكونات الدم اللي بتمشي في الدم في كل جسم الانسان؟ هي عباره عن، ممكن اقسمهم لثلاث حاجات، طبعا في تقسيمات اكثر يعني تخصصا، لكن هنقول ان هما بوجه عام هما ثلاث حاجات. ايوه كرات الدم البيضاء، ودي مسؤولة عن وظيفة معينة اللي هي المناعة، وأشياء أخرى. بمعنى إيه؟ بمعنى إنها تعتبر أنواع معينة منها هي المسؤولة عن إنها الجيش الشخصي اللي ربنا خلقه لنا، بحيث إن هو يهاجم أي مشكلة من المشاكل اللي إحنا بنتعرض لها. أي الحاجة التانية هي كرات الدم الحمراء، اللي بيعبر عنها بالهيموجلوبين أو بنسبة كرات الدم الحمراء القطر بتاعها، وده مسؤول عن ان انا ما يجيليش انيميا باعراضها بقى. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان لو واحد قل عنده كرات الدم الحمراء يبتدي يجيله اعراض الانيميا اللي هنتناقش فيها. الحاجه الثالثه هي ان انا الصفائح الدمويه، الصفائح الدمويه دي واشياء اخرى مسؤولين عن التجلط، بمعنى مسؤولين عن ان انا ما يحصليش نزف معين لما اصاب، وبالتالي لما هي تقل يبقى يحصل لي مشاكل في التجلط. تمام. فهما دول المكونات الرئيسيه للدم اللي بيكونهم نخاع العظم. يعني ايه بقى اورام في الدم؟ اورام في الدم برضو زي ما احنا اتفقنا، هو في الاورام عموما هي عنوان تحت منه انواع كتيره، برضو ايوه نقدر نقول ان فيها انواع حاده وانواع مزمنه. نقدر نقول ان في انواع اورام الدم اللي ساعات بنقول عليها اورام الدم السائله، او اورام الغدد الليمفاويه اللي احنا ممكن نتكلم ايوه عنها برضو بشكل مستقل زي بعض التقسيمات، تمام. او ان انا عندي زياده في بعض الحاجات. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا ممكن يبقى عندي اورام الحاده زي ما حضرتك تفضلت من اللوكيميا، سواء هي حاده او مزمنه، او ممكن يبقى عندي انواع اخرى من زياده نشاط بعض مكونات الدم اللي احنا بقينا بنصنفها على انها تعتبر من ضمن الاورام، وبالتالي ليها اسباب وليها عوامل او نتائج مختلفه. فهو ده التقسيمه العامه اللي احنا تمام ممكن نتكلم عنها بقى بشكل اكثر تمام تفصيلا. خلينا نقول يا دكتور الاعراض العامه، يعني مشكله حد عنده لا قدر الله اوراق او سرطان الدم او اورام الدم بايا كان نوعها، هل كلها، كل لو كانت المشكله في اي جزء او مكون من مكونات الدم هتدي نفس الاعراض، وايه الاعراض اللي يجب نخلي بالنا منها، لانه بنسمعها طبعا مش يعني مش اهتمام حضرتك فيما يخص الاطفال، لكن عاوز اقول انه عند بعض الاطفال بتاتي بصوره ارتفاع درجة حرارة وليكن، أو مشكلة ما فيتم التقاطها، هي بتتشابه مع حاجات كتيرة جدا جدا
ويتم التقاطها على انها لوكيميا ولازم يعالج بهذا الشكل. ايه الاعراض ولكن بعد التليفون؟ الو، السلام عليكم. عليكم السلام، وعليكم السلام اتفضل. ورحمة الله. مو استاذنك اكلم الدكتور لو سمحت. اتفضل، معاك الدكتور احمد، اهلا اتفضل بيك. اتفضل اتفضل. يا دكتور اتفضل، اهلا بيك. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. انا عندي من 3 سنين كان بيحصل عندي ورم في الخصية، ورم في حجم الخصية كله. ايوه، بقالي 3 سنين دخلت المستشفيات كتير، كل اللي يكشف يقول لي اعمل اشعه، اعمل اشعه على الكلى، على البروستات، على الكبد، على البطن، على الحوض، ما فيش حاجه. فكلهم بيقولوا التهاب في الغشاء الليمفاوي في الخصيه. وارمه لدرجه ان هي وزنها بتاع 10 كيلو. كل دكتور يشوفني يتخض منها. ورائد على طول، ما بقدرش اشيلها، حتى لما اعمل لها كيس لما بخش جبت الميه بعد لها في رقبتي بتبقى مطيه رقبتي لتحت من فوقها. حاضر حاضر. ناحية واحدة ولا ناحيتين؟ وبقالي أجل من 3 سنين. ناحية واحدة ولا اتنين؟ ده هي الخصية كلها، الحجم الكيس نفسه، الكيس نفسه وارم. حاضر حاضر. وحضرتك عندك كام سنة؟ أنا عندي 65. 65. طيب، شكرا جزيلا وألف سلامة ليك، شكرا. اتفضل دكتور. هو يعني طبعا عشان اقدر اقول ان هي ايه الموقف بالظبط لازم يتم فحص المريض، بالظبط. لكن من الوصف كده بوجه عام يعني ان شاء الله هي لا تندرج تحت بند اورام الخصيه اللي احنا نتكلم عنها اللي هي اورام الخصيه السرطانيه. اي، هو ده في الاغلب ان هو عنده ارتشاح لمفاوي، بمعنى ان هو مش ورم، ممكن هو اي تورم. التورم ده عباره عن ارتشاح لمفاوي، بمعنى ان في مشكله ما في سوائل موجودة. الاوعيه الليمفاويه. الأوعية الليمفاوية سواء هي التهابية أو انسدادية، المسؤولة عن إنها تسحب السائل الليمفاوي من كل أعضاء الجسم. فلو أنا عندي انسداد موضعي في مكان ما، بيحصل إن كأن مفيش صرف للسائل الليمفاوي، يقوم يبتدي يحصل التورم ده تورم. اللي هو ما نقدرش نقول عليه ورم، لكن برضو عشان يبقى إحنا متأكدين لازم يراجع طبيب المتخصص يعني. بالظبط بالظبط. خلينا اقول يا دكتور زي ما كنا بنقول الاعراض، وهل الاعراض في اي جزء من الاجزاء من خلل في المكونات هيسمع في نفس الاعراض ولا لا؟ اتفضل. الاعراض هي يعني في اعراض عامه ممكن الاقيها في كل انواع اورام الدم، وفي اعراض على حسب كل نوع من الاورام. بس عشان اقدر يعني ابسطها اقدر اقول احنا اتفقنا ان هو ايه السبب. السبب ان في حاجه موجوده في المصنع، ايوه. الحاجه دي احتلت المصنع، وبالتالي يبقى انا عندي لما مصنع محتل يبقى انتاجه هيقل، يبقى دي ايوه. اول اعراض. بمعنى ان المصنع كان مسؤول عن انتاج 3 حاجات: كرات دم حمراء، البيضاء، الصفائح الدمويه. لما بقى عندي خلايا غير طبيعيه، الخلايا دي احتلت المصنع، فبالتالي هتاثر على مكوناته. وبناء عليه لما انا عندي تقل كرات الدم البيضاء المسؤوله عن المناعه، يبقى ايه الاعراض اللي ضعف عندي؟ المناعة ضعف مناعه، يبقى انا عرضه شديد، للعدوى. صح، عرضه للعدوى تكرار على طول. بالظبط، من الحاجات اللي هي كانت ما بتسببليش عدوى وبقدر اهاجمها في الظروف الطبيعيه. نلاحظها زي ما حضرتك تفضلت في ان مثلا سخونه متكرره. ليه سخونه؟ ان انا اتعرضت لعدوى، سواء عدوى اي، بكتيريه، عدوى فطريه، وباخد فيروسيه. علاج وبرضه موجود. بالظبط، ومتكرره بشكل كبير. نلاحظها مثلا ان بدا يبقى عندي التهاب في الفم بشكل متكرر، غير مستجيب للادويه، كل شويه بيتكرر بعد ما ياخد الدواء. بعدين مثلا السيدات التهاب في المهبل متكرر كل شويه، افرازات مهبليه كل ما يعني طبعا ده مش اي حد عنده الاعراض دي يبقى طبعا عنده ورمه. لا، بعد كده يبقى انا عندي كل شويه مثلا ما هذه كحه. الخطورة يا دكتور، لأنها بتتشابه مع حاجات بسيطة قد تبدو بسيطة، يعني بالظبط، كيف تلتقط بقى وتبقى لا قدر الله علاجها. تلتقط ان احنا لازم دايما نتوجه الى الطبيب، ما نعالجش نفسنا بشكل شخصي او من الصيدليه بإجتهادات، مباشره. صح، يعني للمتخصص، وبعدين هو اللي يقول لي انا خلاص كمتخصص نسا بالظبط وليكن انتهيت، فكفم انتهيت، اتجه بقى للأورام. بالظبط. بالظبط. ده بالنسبة للعدوى. عندي طبعا حاجات تانية ممكن يبتدي بدكتور، يعني ان انا عندي كحة مستمرة غير قابلة لان انا انها تلتئم، او ان انا بعد ما اخد الادوية برضو بترتجع كل شوية. حاجات من هذا النوع، يعني عدوى متكررة غير مبررة وغير مستجيبة للادوية بشكل متتالي، بالظبط. ده ممكن يلفت نظري ان انا اي، اعمل ساعتها. والتشخيص دايما هنتكلم دلوقتي بسيط جدا. بالظبط. الحاجة التانية هو ان انا عندي مكون تاني من مكونات الدم بدأ يقل، اللي هو الهيموجلوبين او كرة الدم الحمراء، وبالتالي يجي لي اعراض الانيميا. ايه اعراض الانيميا؟ ان انا عندي هبوط. طفل مثلا او رجل وباكل كبير كويس او شاب، وباخد فيتامينات. بالظبط، كانت واحده ست ولا راجل كان متعود يروح الشغل بتاعه مثلا مشي، بيمشي ربع ساعه، كان متعود يطلع جري في اي مكان، أقل يطلع حاجة السلالم، مجهود هزال بقى، ابتدى يحس ان هو مجهوده قل شويه في الفتره الاخيره بشكل مستمر. مبالغ فيه، بالظبط، ابتدى ومفيش حاجة اتغيرت في حياته.
تمام، عنده حاسس بضربات قلب، وحاسس بهبوط، حاسس كل دي اعراض الانيميا العاديه، لكنها يعني مش اي واحد عنده انيميا يبقى عنده ورم، لكنها هي لكن في الأول بعد ما يعالج وما استجابش للعلاج هنا يبحث عن الأورام. بالظبط. وانا أوكي. دايما لا، احنا كمان بحب انبه الاطباء العامين كمان ان هو لما انا يبقى عندي انيميا هي ليست تشخيص نهائي، بمعنى ان انا قبل ما اقول ان انا عندي انيميا لازم ابقى عارف ايه هي نوعها وايه مسبباتها، هل هي عرض لمرض تاني ولا هي صح بس انيميا بلا سبب معين يعني. تمام، هنتكلم برضو بالتفصيل يا دكتور، ولكن معانا تليفون. الو الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، واسفين طولنا عليك، اتفضلي اتفضلي. ماشي دكتور، لو سمحت يا دكتور، انا عندي كنت معدة الاورام. ايوه اهلا بيك، اتفضلي. ماشي، ايوه انا عندي ورم في ما بين الرحم وما بين الشرج. الدكتور قال لي دي انسجه رخوه، فقال لي الورم دوت دلوقتي انا عملت العمليه، فرجع لي الورم تاني في العصب بتاع الرجل. الدكتور قال لي الورم دلوقتي في حوالي العصب بتاع الرجل، فقال لي لو عملنا عمليه دلوقتي هنشيل العصب ده وتقعدي على كرسي بعد كده. ماشي، وقال لي اللهم صل على النبي، وقال لي احنا هنشيل الورم دلوقتي لما يكبر، لما يكبر خالص ما تقدرش تستحملي هنعملك العمليه. طيب، واخدنا اي ادويه؟ علاج كيميائي، علاج اشعاعي، لا علاج لا، هرمون؟ ما خدتش اي حاجه، ولا حتى برشام، حتى خدتها من المستشفى. انا عملت العمليه وبعد كده رجعت على طول، هم قالوا لك لكن ان هو عايز ورم، اتابع. قالوا لك ان هو ورم خبيث ولا ورم؟ لا، قال لي حميد، وقال لي في الانسجه رخوه. طيب طيب تمام. حميد، ماشي، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. بدل حميد يبقى اطمنينا شويه برضه، اتفضل يا دكتور. يعني بس هو طبعا صحة بيه. ما يقال يعني مش لازم يبقى بشكل دقيق بنسبة 100%، معنى انها ممكن تكون فهمت هذا الموضوع. يعني احنا لازم نراجع الفحص الباثولوجي بتاع ايوه الورم اللي اتشال. بمعنى ايوه ايه؟ احنا الورم ده حاجة موجودة، الحاجة الوحيدة اللي بتخليني احلف على اي حاجة انها لا قدر الله ورم صح خبيث او ورم حميد ان انا افحصها في معمل الباثولوجيا. طبعا بالظبط اي حاجة بتتشال بيتم فحصها، تمام فهي لازم نبص على التحليل الباثولوجي هل هو فعلا ورم حميد ولا خبيث. دي ايوه الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه ان الورم الخبيث زي ما اتفقنا انواع. ايوه العلاج هو بالمناسبه في علاج الاورام يعني بوجه عام احنا بنعالج بناء على النوع الهيستولوجي للورم اكتر ما بنعالج على مكانه. بمعنى ان ايه؟ ما نقولش ان انا عندي ورم في الثدي، ورم في الرئه، ورم في ما الرحم، يعنيناش المكان قوي. يعني طبعا، لكن الاهم منه هو النوع الهيستولوجي للورم ايه اللي انا المقصود. النوع النسيجي للورم اللي هو ايوه بعد ما احلله في انواع معينه. كل نوع من انواع دي ليه انواع معينه من العلاجات. احيانا لما يبقى اللي هو ورم فعلا حميد، او لو هو ورم نشاطه مش قوي، او ان هو مش محتاج علاج ما بعد العمليه، او يعني ما بين البنين زي ما احنا بنقول، يبقى هو ساعتها ممكن ما يبقاش محتاج علاج ما بعد العمليه، اللي هو العلاج ايوه الوقائي اقصد، اللي هو العلاج الموضعي زي العلاج الاشعاعي او العلاجات تمام العامه زي العلاج الكيميائي، العلاج الموجه، العلاج الهرموني. في الحاله دي بتبقى هي العلاج هو علاج موضعي. لو حصل ارتجاع موضعي يبقى انا الحال ان هو يتم استئصاله مره اخرى. طبعا هل هو دكتور الجراحه قادر يستأصل ولا لا؟ ده مبني على مكانه، الحاجات اللي جنبه، هل لو حصل استئصال هيأثر على خلايا، على حاجات طبيعيه مهمه ولا لا؟ فده يعني عشان نقدر ندي رأي قاطع برضو لازم نفحص المريضه ونفحص تحليل باثولوجي واوراقها وفحوصها. تمام، خلينا نرجع يا دكتور لأورام الدم، وقلنا التشخيص. حضرتك كنت بتقول انه في طفرات في التشخيص وبتؤدي لدقة التشخيص، وبالتالي قد يكون اكتشاف مبكر كمان نحقق من خلاله. يعني ايه الجديد في التشخيص؟ هو قبل ما اقول الجديد في الفحوصات هكمل على الجديد في اتفضل. اللي احنا بنتكلم على الاعراض. ايوه الاعراض احنا اتفقنا على مكونين اللي هم المناعه اللي هي كرات الدم ايوه البيضاء وكرات الدم الحمراء اللي هي مسؤوله عن ان انا ما يجيليش انيميا. انيمي بعد كده في حاجه اسمها الصفائح الدمويه اللي ايوه هي مسؤوله عن ان انا ما يجيليش تجلط. فيبتدي لما يحصل لي اي مشكله يبقى عندي قابليه اكتر للنزيف. بمعنى ايه؟ شاب بيلعب كوره دايما مع اصحابه، ابتدى كل ما يتعور او كل ما ينزف يتخبط، كمية كبيرة. مش لازم ينزف بقى، يعني حتى ممكن تيجي على هيئه نزف تحت الجلد، بمعنى ان هو حاجات زرقاء في جلده، كدمات. الكدمات دي هو في الاول ما بيبقاش فاهم ان دي نزيف تحت الجلد او ان ده نزف تحت الجلد، هو اتخبط خبطه بسيطه يقوم يبتدي يحصل الكدمات اللي هي مش بس ده كدمات. عند بعض الناس موجودة كتير ده، طبعا لا، يعني عشان مش الناس اي واحد، بتخبط. لا يعني مش اي واحد عنده كدمات يبقى ورم. انا اقصد اي اقول ان في نزف تحت الجلد يبدو كما لو انه كدمه لكنه متكرر، ممكن يبقى واخد اماكن معينه في الجسم. طبعا الطبيب يقدر يميز ما بينه وما بين الاصابات والتورمات والكدمات. تمام واحد بيغسل سنانه كل ونزف. شويه يبتدي يحصل دم ما بين اللثه،
طبعا ناس كتير بيجي لها دم من اللثه اي اثناء غسل الاسنان، لكن اقصد بشكل متكرر، مفيش سبب معين، ما عنديش مشكله ما موضعيه او خلافه. راح لطبيب الاسنان وقال له ما عندكش حاجه وشال له الجير. ومش لازم يكون السبب النزيف ان انا عندي ورم، لا، ممكن اي يبقى عندي مشكله في عوامل التجلط، في مشاكل اخرى، لكن ده من ضمن بالظبط الحاجات اللي هي صح، تؤخذ في بتلفت نظري. الحسبان يعني. سخونه، انا عندي بيسخن كل شويه، السخونه دي انعكاس للعدوى، اي فبالتالي هي دي الاعراض اللي سببها احتلال المصنع اللي هو النخاع المسؤول عن مكونات الدم، وبالتالي ما قامش بوظيفته. ايوه في ساعات تانية انواع معينه من الاورام تيجي بانها مكون من ضمن المكونات حصل فيه زياده. بالمناسبه الاعراض دي اللي احنا بنتكلم عنها في اورام الدم الحاده اكتر. احيانا في اورام الدم المزمنه بما فيها اللوكيميا المزمنه او سرطان الدم المزمن ممكن ما يتمش اكتشافه. بمعنى ايه؟ بمعنى انا ما عنديش اعراض في المراحل المبكره، انا ما عنديش اي اعراض خالص. عرفناه منين؟ واحد داخل يعمل عمليه فبيعملوا له فحوصات روتينيه، عمل صوره دم لقوا ان في زياده في كرات الدم مثلا البيضاء، فبيبحثوا عن السبب. فيبحثوا عن السبب، يتضح ان عنده لوكيميا مزمنه وهو ما كانش واخد باله، وهكذا. بالنسبه ده بالنسبه للاعراض الحاجات المزمنه، ممكن يجي على هيئه وجع في العظم، تكسير في العظم. ليه؟ لان انا عندي لما يبقى في عندي اي نشاط في المصنع اللي هو نخاع العظم ممكن أي. يجي على هيئه وجع. حاجات تانية زي ما اتفقنا ان في حاجات بقى تانية مش خلايا محتله النخاع، لا، عنصر واحد من ضمن العناصر دي بدا يزيد، بمعنى ان انا عندي زياده في كرات الدم الحمراء، زياده في كرات الدم البيضاء لوحدها، او زياده في كرات في الصفائح الصفائح. دي حاجه بقت بتصنف من ضمن انواع الاورام بشروط معينه في الفحوصات، ان انا الاقي في سبب من الاسباب مش انعكاس لاسباب اخرى، يعني سبب اولي او سبب جيني هو المسؤول عنها. طيب، ما لو ده يصعب بقى التشخيص بقى يا دكتور. يصعب التشخيص بالنسبه للمتخصصين، ايوه لكنه بالنسبه للاعراض هي اعراض عامه. الاعراض بالظبط. العامه انا عندي زياده في صفائح الدم المسؤوله عن التجلط. اتفضل. طب معانا تليفون كمل يا دكتور. اتفضل. الو، ايوه يا فندم، السلام ايوه عليكم يا فندم. عليكم السلام، اتفضل. لا حضرتك كلمت الدكتور يا فندم. اتفضل، معاك اهلا الدكتور بيك. احمد. اتفضل. اتفضل اتفضل. اه دكتور احمد، اهلا بيك. اه دكتور احمد، ايوه انا كان عندي ورم حضرتك سطحي في المثانه من 2000 و2005. انا شلت ورم السطح دوت من المنظار، والحمد لله يعني ايه، خدت الحقن دلوقتي، خدت حقن بعد كده بعد ما شلته بمنظار، عملت 5 مناظير استكشاف، وانا سني 60 سنه. وبعدين انا عملت، خدت حقن البي جي ديت من مصر للقاح من مده 2000 ل 2005، وانا الحمد لله كويس، ما عملتش حاجه مناظير بعد كده اكتشاف تاني. تمام. اعمل دلوقتي ده 2016، احنا انا موضوعي خلص خلاص، يعني انا من 2000 ل 2005 انا خلصت المناظير الاستكشاف، وخدت حقن البي جي دي كل يوم حد، خدتها مده مثلا 3 اشهر، وبعد خدت 6 اشهر وخلصت الموضوع ده. انا كويس، بس طبعا في الجنس انا دلوقتي ما فيش حاجه خالص. ومن 2005 ما عملتش اي متابعه مع دكتور الاورام خالص؟ لا، ما رحتش المعهد، كنت واحد معهد المنصريه، ما عملتش حاجه ثانيه خالص. تمام، شكرا جزيلا. ده سؤال اعمل ايه؟ ولا ما اعملش خلاص؟ لا طبعا نعمل، انا هقول لك دلوقتي. يعني انا شكرا دلوقتي ما جزيلا، عملتش. شكرا جزيلا، هنجاوبك. شكرا، ألف شكر، اتفضل يا دكتور. اورام المثانه يعني لما تبقى في مراحل مبكره، ده نموذج لان احنا لما يتم اكتشاف الورم بشكل مبكر بيتم استئصاله بالمنظار، حتى مش باستئصال جراحي، وبياخد حاجه موضعيه اللي هو بيتكلم عنها، اللي هي نوع من انواع ان انا بستحس المناعه الموضعيه اللي هي بشكل وقائي بتحميني من ان يحصل لي مشكله بعد كده. تمام. وهو الحمد لله شفي من سنه 2005 لحد 2016، لكني طبعا لا انصح ان احنا ما نفضلش تحت المتابعه، لا، احنا لازم نتوجه الى طبيب الاورام المتخصص، وهو بيحدد لي برنامج المتابعه. وانا بطمنه ان هو من 2005 ل 2016 هو معناها ان هو الحمد لله شفي، وبالتالي برنامج المتابعه هيبقى على فترات متباعده، بعد ما الدكتور الاورام المتخصص هيشوف اوراقه ويشوف فحوصاته الكامله هيحط له برنامج معين للمتابعه المتناسب مع حالته. البرنامج ده هيبقى على فترات متباعده للمناظير، للفحص الاكلينيكي، وبالتالي ما ينفعش ان احنا نسيبه، وخصوصا ان هو نفسه لما اكتشف المرض ايوه بشكل مبكر زي ما شفنا نموذج للنجاح ان هو شفي بالظبط منه، فليه ان بالظبط احنا نسيب نفسنا لحد صح، ما يبقى لازم برضه يدي نتابع. اعراض ايوه تمام دكتور. هنرجع للكلام عن اورام الدم، قلنا انه الاعراض متشابهه في حاجات كتير جدا، ده خدنا من يعني ايه، من بدايه الاسنان لغايه ارتفاع درجه حراره، ده حاجات بسيطه جدا كلنا قد لا قدر الله نعاني منها يعني. طيب انا بحسم امر ازاي بالتشخيص بقى؟ انا بحسم امري بالتشخيص بان انا زي ما اتفقنا اي شكوى طبيه بتوجه الى الطبيب، اوكي، المتخصص له. المتخصص. لو انا اورام الدم دايما بنقول ان هي من اسهل الحاجات اللي انا بشخصها
في الاول يعني كعنوان، يعني ان انا لو عملت صوره دم، لو عملت صوره دم وده اجراء بسيط بالظبط. ولقيت فيه اي تغيرات يبقى معنى في كده العدد، في ايه، ايه نوع التغير؟ صوره الدم دي انا بسميها المنتج اللي هي انعكاس للمصنع. انا عملت صوره دم لقيت فيها مشكله، مشكله في اي مكون من المنتجات اللي هي كره الدم الحمراء، البيضاء، الصفائح الدمويه، لو عملت حاجه اسمها عد فرد يعني وعديت صوره الدم دي بشكل نوعي هيبين لو في اي خلايا غير طبيعيه، يبقى انا اداني فكره مبدئيه. الفكره دي باخدها واكمل عليها، يعني لو انا عندي مثلا زياده في الصفائح الدمويه لوحدها والزياده دي بنسب معينه مستمره، ما عنديش اسباب تخلي عندي زياده في الصفائح الدمويه، يبقى انا ساعتها ممكن اشتبه في ان انا يكون عندي لا قدر الله بعض مثلا اورام في ان انا عندي زياده كورم في الصفائح الدمويه. ابتدي اعمل بقى فحوصات تانية اكثر تعقيدا، ان انا اعمل فحوصات جينيه. لو انا عندي زياده في كرات الدم البيضاء احيانا اقدر اشتبه في ان انا يكون عندي لوكيميا مزمنه، اقوم اعمل فحوصات اخرى فيما بعد. تمام يبقى انا عندي المنتج ده بيديني صوره واضحه بالظبط، وبداية وبدايه بتوجهني انا هروح فين يمين في او صح الفحوصات. صح بعد كده المنتج فيه مشكله، اتوجهت اللي انا هعمله بالظبط، احب ابص على المصنع. المصنع اللي هو ايه؟ النخاع. النخاع النخاع ده ببص عليه بان انا بعمل ما يسمى ببذل النخاع او عينه نخاع. بذل النخاع او عينه نخاع دي اجراء برضو بسيط بس بيخش الناس بتخض منه جدا. الناس بتخض منه لان هم بيخلطوا بينه وبين هو دايما بيفتكروا ان هو النخاع الشوكي، يعني دايما وخصوصا الرجال، الرجال دايما بيكلمني ان هو خايف بالظبط، ويعني ان هو يعمل ويفقد بذل في القدرة. النخاع الشوكي ان يكون ليه علاقه بالقدره الجنسيه وان انا هاخده من ظهري، مع ان في فرق شاسع ما بين النخاع الشوكي ما والنخاع لازم العظمي. ده حاجه نوضحه وده بقى. حاجه. النخاع العظمي حاجه والنخاع الشوكي حاجه. النخاع الشوكي اللي هو بيتكلم عنه اللي هو الحبل الشوكي اللي هو ايوه بيعدي البيغاء المسؤول عن ان يخرج منه الاعصاب اللي بتغذي كل حاجه في جسمنا بما فيها بالظبط الجزء الخايف منه هو القدره الجنسيه. ايوه لكن هو ده النخاع العظمي ده هو مصنع الدم. انا باخده من احد مكانين، لا اما من عظمه القص اللي هي هنا، ايوه لا صدق. اما من ورا ده من عظمه الفخذ وليس من النخاع اللي ورا اللي هو ما بين بالظبط. الفقرات والحاجات دي. يبقى هو ده النخاع، هو ده بذل النخاع، ايوه وهو اجراء سهل. وبرضه احب اقول ان النخاع الشوكي واي اجراء بنعمله فيه طالما يعني طبيب متخصص بيعمله مبقاش فيه شروط مشكله. تأمين طبعا، مش هعمل إعاقة يعني، لكن النخاع بقى ايه لما فايدته بالظبط؟ فايدته ان ايه انا فايدة فحص؟ ابص بصه على المصنع هيديني بقى كل المعلومات المتاحه. الاول لما يتم فحص العينه اللي انا خدتها دي تحت الميكروسكوب بتقول لي هل انا عندي، هل في محتل للمصنع؟ ابص على الخلايا الغير طبيعيه اللي هي الخلايا السرطانيه او ايوه غيرها اللي احتلت النخاع بالظبط، ولذلك وتسببت أربكت حساباته يعني. وبالتالي اثرت على الانتاج واثرت على وظائفه. الحاجه الثانيه ان ده بالشكل، واعدها. اعدها ايه الفايده؟ ان انا ابقى عارف ايه نسبتها، لان انا اشخص ورم او ما اشخص او ما قبل الاورام. احيانا في بعض انواع الاورام اللي هي اختلال في وظائف النخاع ايوه اللي هي ما تقدرش نقول ان هي لوكيميا او ما وصلناش لمرحله سرطان الدم عشان نسبه الخلايا اقل من نسبه معينه اللي انا بشخص عندها. يعني لو انا عندي حتى خلايا ما وصلتش لنسبه معينه ما بقولش ان انا عندي سرطان في الدم اللي هو اللوكيميا، بيبقى عندي نوع مرحلة اخر من ما انواع قبل. الاورام اللي هو اختلال في وظائف النخاع اوكي. يندرج يعني تحت بند الاورام برضو لكنه ما وصلش لمرحله اللوكيميا. فبالتالي بتديني عرفت مين المحتل، ايوه عرفت كميته ونسبته اللي بالظبط بتحدد لي انا ايه نوع الورم اللي عندي وبالتالي نوع العلاج. الحاجه الثالثه ان انا ببص على ما يسمى بفحوصات بقى اكثر تعقيدا زي التبويب المناعي. التبويب المناعي بيقول لي انا فين بالظبط، يعني انا عندي ورم لوكيميا، اللوكيميا ده عنوان او سرطان الدم سواء حاد او مزمن. حاد او مزمن ده كل واحد منهم هو عنوان، لكن كل واحد منهم بيتقسم لانواع كتيره. هل هو حاد انواع زي انواع المايلوديه، انواع الليمفاويه، كل نوع من الانواع دي له نوع معين من انواع العلاجات، فبالتالي لازم ابقى عارف ايه النوع الدقيق لاورام الدم اللي عندي، ولذلك أهمية. اعمل ما يسمى بالتبويب المناعي. حاجه مهمه جدا طبعا ان اعمل فحوصات جينيه، كل ده بعمله على عينه النخاع، يعني عينه النخاع دي حصل تطورات في الفحوصات اللي انا بعملها عليها. بالظبط، ابص على ده كده بتوصلني يعني نوع الورم وهبدأ اتعامل معاه ازاي بمنتهى الدقة، ولذلك ان شاء الله لازم تبقى النتيجة جيدة جدا العلاج. ان شاء الله. تمام ببص على الانواع الجينيه لي اللي فيها بستهدفها بعلاجات موجهه، دي نقطه. الحاجه الثانيه اللي بتحدد لي النوع الدقيق، انا بجمع معلومات من الشكل، من التبويب المناعي، من الفحوصات الجينيه اللي اقدر اوصل بيها للتشخيص الدقيق اللي بالتالي بستهدفه بعلاج. تمام ايه فائده بذل النخاع تاني بعد ما شخصت؟ ان انا بعد ما خدت علاج اللي احنا هنتناقش فيه برضو وباخده مرة واحدة ده.
يعني هو مره في الاول شخصت بيه حاجه معينه، في انواع ما بحتاجوش تاني، وفي انواع تانية لو انا كان عندي نسبه مثلا محتله النخاع، النسبه دي 50 90 بغض النظر. بعد ما اخدت الكورس العلاج بتاعي سواء الخط الاول او الكورس الاول او الجرعه الاولى، بعد كده لازم اعمل اعاده تقييم. اعاده تقييم يعني اشوف النسبه دي وصلت لقد ايه، اقوم ابص بصه على النخاع مره تانية، فبضطر اعيده تاني عشان اشوف النسبه وصلت لمرحله الشفاء او مرحله الكمون التام ولا ما بالظبط وصلتش. تمام. الحاجه التانية ان انا بضطر برضو اعمل احيانا الفحوصات الجينيه تاني، دي بتتعمل يا اما على عينه النخاع يا اما ممكن اعملها بعينه الدم. ليه؟ لان في بعض انواع الاورام وخصوصا انواع اورام الدم المزمنه بيتم السيطره على المرض ونعيش بيه لسنين طويله كأن واحد عنده الضغط، بس احنا بنعمل له فحوصات زي مثلا اورام الدم المزمنه المايلوديه، انا بعمل له فحوصات كل 3 شهور للجين اللي كان مسؤول على الورم، انا قدرت احدد دلوقتي الجين المسبب مثلا لسرطان الدم المايلودي المزمن، وبالتالي بعد ما خلصت العلاج في فترات معينه كل 3 شهور بعمل له اعاده تقييم. اعاده تقييم يعني بعمل فحص الجيني تاني. متابعة. فحص الجيني ده الاول في اول مره هيقول لي انا استجبت ولا ما استجبتش. بالظبط. بعد ما اوصل لمرحله الكمون بتابع عشان لو حصل اي نشاط. نشاط تاني اقمعه تاني. ففي فوائد كتيرة للفحوصات اللي هي فحص النخاع ده. هل هيتكرر ولا لا؟ عشان برضو في مرضى كتير بيبقوا قلقانين منه، يعني هو بيتكرر في بعض الناس او على حسب حسب كل الحالة حالة بالظبط. والمتابعة. خلينا نقول الجديد بقى يعني في العلاج، في علاج خلاص انا بدل وصلت لدقة التشخيص دي وبالتسلسل ده، حتما وقطعا هوصل لعلاج يعني يكون مفيد ونهائي او شبه نهائي يعني. هي امراض الدم احد نماذج الاورام اللي بيتم شفائها في الاورام الحاده ويتم السيطره عليها سيطره تامه في الاورام المزمنه بالعلاجات العامه، يعني بدون مثلا جراحه. احنا دايما بنقول ان احنا بنحارب الورم باسلحه موضعيه زي الجراحه والعلاج الاشعاعي، وبنحاربه باسلحه عامه زي العلاج الكيميائي الهرموني الموجه الجيني المناعي حديثا. لكن اورام الدم بقى نموذج من ضمن انواع الاورام اللي هي مفيش دور فيها غير للعلاج العام، بمعنى ان انا جراحي لا مفيش دور جراحه فيها. طبعا طبعا طبيعة الأمر يعني. وبالتالي هي بتشفى في الاورام الدم الحاده او بيتم السيطره عليها بشكل تام في الاورام المزمنه بالعلاجات العامه بس. أيوة. فممكن نقسمها برضو، اورام الدم الحاده دي مختلفه عن اورام الدم المزمنه في انها حاده بمعنى اعراضها حاده، تظهر بشكل يعني ما بتستناش كتير، المريض بيكتشفها على طول لان بتدي له اعراض كبيره يعني. مبالغ فيها، ودي اعراض بتظهر عند الأطفال أكتر كده. الاطفال والشباب، أيوة. واحيانا في بعض انواع منها بتظهر في السن الكبير اللي هو في متوسط الستين، هي بتعبر عن نفسها زي بشكل سرطانات كبير. الحاده المايلوديه دي في سن أيوة. اكبر، لكنها بتظهر بشكل على طول يعني، بمعنى ان هي هيحصل سخونه مستمره، هيحصل دم نزيف، هيحصل هبوط حاد، فبالتالي بالظبط لازم هروح للدكتور هيعمل لي فحوصات صح. هيتم اكتشافها يعني. لكنها اما الصامتة بقى او يعني اللي هي مزمنة المزمنة بقى. بالظبط، لكن الحادة دي زي ما هي نموذج لأن هي بتظهر نفسها بشكل حاد لكنها قابلة للشفاء التام، ما شاء الله. ولكن العلاج بتاعها بيبقى عنيف شوية، هي حادة والعلاج بتاعها بيبقى حاد طب شوية، لكن حاد بس بينتج نتيجة بإذن الله يعني. ما شاء الله. عبارة عن إيه؟ عبارة دي عن معنى كده يا دكتور انه اما تقول اورام دم دائما بياتي في السن، في نظر في ذهن روتين المصريين الاطفال، سرطان الدم عند الاطفال، هل معنى كده ولو حتى معلومه للاطمئنان انه نسبه الشفاء منه كبيره جدا جدا؟ نسبة الشفاء في أورام الدم، أولا كسن أورام الدم دي أنواع كتيرة قوي، ايوه في ايوه أنواع بتحصل في سن كبير زي أورام الدم المزمنة، ايوه في أنواع بتحصل في سن صغير زي أورام الدم الحادة الليمفاوية، أي المايلودية بتحصل برضو في سن كبير أي الحادة. اللوكيميا اللي خاصة بالأطفال اللوكيميا برضو أنواع، اللوكيميا أي مش خاصة بالأطفال، اللوكيميا بتحصل في الأطفال وتمثل نسبة كبيرة من أورام الأطفال، عشان كده دايما يعني المجتمع بيربط بينها وبين صح الأطفال، لأن هي بالنسبة لأورام الأطفال هي النسبة الأكبر، لكن بالنسبة لأورام الكبار هي موجودة، أي لكنها هل هي في الصغار بس؟ لا، موجودة الأورام. اللوكيميا المزمنة بتحصل في السن الكبير، يعني متوسط العمر فيها هو الستينات، أي 65 72 في بعض الأنواع، ده المزمنة. أيوة الحادة بقى. الحادة أنواع برضو، بمعنى إن في النوع الليمفاوي ده، النوع ده بيحصل في السن الصغير في المراهقين في الشباب مع الأطفال برضو، لكن النوع مثلا المايلودي بيحصل برضو في السن الكبير وفي سن أكبر. المايلودي المقصود بيه ايه؟ المايلودي إحنا زي ما اتفقنا إن إحنا بنعمل حاجة اسمها تبويب مناعي على العينة، ليه؟ عشان نشوف منشأ الورم إيه. هو ورم من أورام الدم الحادة، إحنا اتفقنا إن إحنا عندنا
بنقسم مكونات الدم، كرات دم بيضاء، بقى حمراء، حمراء صفائح. صفائح. هو اي الحقيقه دي تقسيمه مبسطه للتبسيط، لكن كرات الدم البيضاء مش متقسمه بكده بس. كرات الدم البيضاء لوحدها متقسمه انواع كتيره قوي. الانواع دي من ضمنها كرات الدم البيضاء الليمفاويه، كرات الدم البيضاء المايلوديه، ايوه كل واحده منهم ليها خصائص تحت الميكروسكوب، بالظبط. وخصائص جينيه، وخصائص بالتبويب المناعي اللي هي بالشكل، يعني الفحوصات اللي احنا بنعملها اللي بتوضح لي انا انهي نوع دقيق، مش بس انا منشأها هي خلايا الدم البيضاء، لا، انهي بقى من خلايا الدم البيضاء اللي كوني الورم منتهى في، الدقة. هل هي الليمفاويه، هل هي المايلوديه. المايلوديه دي بقى كل واحد منهم ليه نوع معين من انواع العلاجات. فالمايلوديه ممكن تحصل في السن الاكبر مع انها حاده، الليمفاويه لا، بتحصل في السن الاصغر. فاحنا ما نحطهمش زي ما اتفقنا في سله واحده ونقول ان كل اللوكيميا لكن بتاعت الاطفال، نسب العلاج بشكل عام فيما يخص اورام الدم الحاده عند الكبار او الصغار، خليني بس انا ليه مهتم بالقطاع، لانه دائما اول ما اسره تكتشف انه عندها طفل وقال لوكيميا او يعني سرطان دم او حاجه، بياتي مع انه بنسمع نسب شفاء تام، ويمكن في المستشفيات المحترمه بتاعتنا واللي فيها ابحاث كبيره او نسب الشفاء يعني مطمئنه جدا، فهل ده حقيقي ولا فقط احنا عشان الراحه النفسيه يعني؟ لا يعني هو يعني عشان ابقى انا يعني صادق معاك، هو اورام الدم هي بتشفى ان شاء الله، لكنها يعني رحله اكثر معاناه عن اورام تانية، زي مثلا زي ما احنا دايما بتكلم مع حضرتك واخرين عن اورام الثدييه، او ايوه اي أيوة. يعني هي بتعتبر لكن الامل رحله. كبير فيها. لا بالعكس، هي بتشفى ما شاء بنسبه الله من ضمن ما شاء الاورام الله. اللي بيتم شفائها شفاء تام، لكن رحله علاجها اطول، اطول واكثر قسوه شويه، ما بمعنى فيش ان الاورام مشاكل. الحاده طبعا غير المزمنة، ايوه المزمنة هي علاجها سهل جدا، المريض بيجيلي في العيادة الخارجية ويروح وياخد اقراص، يعني زي ما هنتناقش ايه دلوقتي. المقصود بالمزمنه يا دكتور بقى؟ المزمنة اللي واضح. هي أورام الدم المزمنة، لكن الحادة اللي حضرتك بتتكلم عنها دي هم بيبقوا قلقانين ليه، لأنها هي طبعا تشخيص قوي شوية لكنه بيشفى. لكن علاجه عبارة عن إيه بقى؟ علاجه عبارة عن إن أنا بضطر أتحجز في المستشفى لفترات كبيرة، صح وباخد علاج قوي، يعني ايوه باخد انواع من العلاجات الكيميائيه والعلاجات الجينيه العنيفه شويه. ايوه العلاجات في دي فترة في مكثفة. فتره مكثفه، يعني مثلا المريض بياخد العلاج على مدى 5 ايام، على مدى 7 ايام، على مدى 3 ايام، على حسب البروتوكول العلاج اللي بيتحط له، ايوه لكنه بيفضل محجوز في المستشفى لمده شهر. صح. الشهر الاولاني ده اسمه الجرعه الاولى كلها على بعضها. ليه بيفضل محجوز؟ لان العلاج القوي ده بيأثر على الورم، بيهاجم الورم، بس برضه بيأثر على النخاع، صح. فبيبقى يحصل هبوط في مكونات الدم عشان يقضي على المحتل اللي بيحتل النخاع ده. وذلك بنشوف الأعراض القاسية فبيبقى شوية. المناعه واطيه، ناخد مضادات حيويه، مضادات ميكروبيه، مضادات فيروسيه فطريه، فبضطر محجوز اخد المضادات الحيويه دي كلها بالوريد وجرعات متتاليه في اليوم. محتاج نقل دم عشان نسبه الهيموجلوبين واطيه، محتاج نقل صفائح عشان الصفائح الواطيه. كله طب يتحمل، ولكن بصل في النهاية ان انا الحمد لله بصل نسبة بصل شفاء للشفاء كبيرة. بعد بعد اول شهر ايوه ده بعمل بقى اعاده تقييم، بعمل بذل، الاقي الخلايا دي مثلا اللي كانت 90% اختفى ايوه ان ان شاء شاء الله، الله يعني ان ساعتها يبقى شاء انا الله. وصلت لمرحله الكمون. بس ايوه مش بكمل، مش بقف هنا بقى، بكمل على ما يسمى بالتثبيت، بجرعات تثبيتيه شبيهه بالجرعات الاولانيه خوف دي من عودة النشاط. لشهور متعدده، او بزرع النخاع، يعني دي على حسب كل حاله. فبالتالي هو رحله لوكيميا، اللوكيميا الحاده هي رحلة أكثر قسوة شوية من بقية أنواع الأورام اللي هي، ولكن بتصل لكنها للشفاء بتصل ما للشفاء شاء طبعا الله. بنسبة أكبر منهم كمان، يعني تمام أحب أطمنهم تمام بنسبة أكبر منهم. تمام الأورام بقى المزمنة ايوه اللي احنا زي ما اتفقنا إنها ممكن اللي أصلا، فيها خلل في احد العناصر الثلاثة. هو إيه الفرق بينهم؟ ايوه الفرق هو لما أنا عملت الفحوصات المعقدة اللي احنا اتفقنا عليها، لقيت إن شكل الخلايا مختلف عن الشكل الحاد، ايوه إن الفحوصات الجينية مختلفة، الفحوصات التبويب المناعي مختلفة، فعرفت ان دي حاجة مزمنة. مزمنة دي ممكن تبقى بأعراض نفس الأعراض اللي احنا اتكلمنا عنها، بس بشكل أكثر حدة، أقل حدة أيوة. من الحاد، أو إنها تكون ملهاش أعراض خالص، وده واكتشفتها الأخطر. صدفة، واكتشفتها صدفة. لكن علاجها بقى إيه؟ علاجها هو من ضمن الحاجات اللي حصل فيها تطور يعني درامي في الفترة الأخيرة، وحاجة كويسة. يعني بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا بقى ليها علاجات كلها اقراص، يعني ما شاء تخيل ان الله. انا بتكلم عن سرطان دم مزمن بيحتل النخاع بنسبه كبيره، وبيتم السيطره عليه كانه شوفي، بيتحول لواحد كان عنده الضغط، كان عنده السكر، ويعيش بيه سنين عمره اللي كان هيعيشها،
بقراص، بقرص قرص، قرص واحد بياخده في اليوم مثلا، ما شاء الله. لكنها او قرصين على حسب كل حاجه. لكني بمعنى لدرجه ان احنا احيانا بنقول ايه، طبعا احنا بنتمنى عمرا مديدا طبعا لكل المرضى، طبعا طبعا ان المريض السرطان المزمن ده بيموت مع المرض وليس من المرض. يعني هو هيعيش عمره العادي، ما شاء الله. المرض جاله عنده 65 وكان هيعيش، هو 80 85 هيعيش هيعيش عادي يعيش زي عمره، الضغط. حضرتك اديت نموذج زي الضغط، يعيش عمره فنفس الفكرة. طبيعي، والمرض موجود معاه بس مش نشط، مش مسيطر هو عليه سبب وفاته، بالظبط، خلينا نقول مسيطر كده، عليه مش تماما. هو سبب قهره يعني بالظبط، او لما نعمل الوفاة. صوره دم نلاقي نسبه الخلايا كلها طبيعيه، تمام. وبالتالي الاعراض تبقى طبيعيه بناء عليه، بمعنى انه بياخد قرص واحد في اليوم ايوه على عدد اكبر من الاقراص على تمام، حسب كل ايا المرض. كان الخلل سواء في كرة الدم الحمراء او البيضاء او الصفائح، لا مش يعني كده صح؟ طبعا، لا طبعا العلاج بيختلف من واحده للتانيه، ايوه. اللي انا بتكلم عنه اكتر لا مثلا. انا قصدي مش علاج واحد، لكن قصدي فكرة العلاج واحدة، ان هي قرص ايا كان الخلل في دول اقراص في اقراص. بالظبط تمام. في السرطان المزمن الميلودي اكتر، لكن لا وبعض كيماوي انواع، ولا اشعاعي ولا ما بلجأش لدول انا. لا في بعض الانواع بلجأ، بمعنى ايوه. ان مثلا في انواع من السرطان المزمن الليمفاوي بتاخد علاجات موجهه مع العلاجات الكيميائيه او علاجات موجهه لوحدها. احيانا بحتاج بعض العلاجات الاشعاعيه لو انا عندي حاجات معينه في العظم او كده، حاجات موضعيه. في نوع من انواع اورام الدم اسمه الميلوما المتعدده، اللي ده احيانا يجي لدكتور العظام في الاول، انا عندي مشكله في العظم مع ان انا منشاها الدم، او مشكله في الكلى. اتفضل. لكن سمعت في العظم يا دكتور، يعني وصلت للعظم. لا يعني هي منشا الخلايا نفسها في العظم، او عندي مشكله في الكلى مع ان انا الورم اصلا هو من ضمن اورام الدم. فهو تمام. الاول بيروح لدكتور كلى او بيروح لدكتور عظام، ده ساعتها هو اللي ممكن ياخد مثلا علاج اشعاعي على الاماكن مع المحدده الموجوده حاجات تانية. مع الحاجات الاساسيه اللي هي العلاج الموجه، العلاج الكيميائي. تمام. معانا تليفون يا دكتور. اتفضل. ألو ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام. السلام. لو سمحت ممكن أسأل الدكتور؟ اتفضل اتفضل. معايا طفل أنا عمره 6 سنوات، تحت دقنه، هنا في زي غدد نسالية، يعني تحت دقنه غدد لمفاوية، يعني هنا في تورم كده تحت الدقن. أيوه، هو بس مش هو مش ملحوظ، بس لما تحط يدك طلعت. أيوة. ممكن نوضح الصوت بعد إذنك؟ نوضح الصوت شوية، نوضح الصوت ونعلي الصوت، اتفضل. هو متهيألي عشان هو الواد ده طلع أسنان في ضروس بيطلعها تحت ال6 سنوات وجعها، مش عارفة هي وهم منها زي الوهم منها مثلا. منها رحت حللت له، أنا عملت له سير الدم، لقيت نسبة الدم عندي 11، وجيت الصفائح الدم زايدة بدل 11000 لقيت 11600. جيت حللت مرة تانية ورحت لقيتها زادت 2000 تاني، رحت بعدين حللت تاني ورحت لقيتها نزلت خالص. بس اديت له علاج، اديت له ماكسلاز، اللي هو ماكسلاز اديت له الدهون الدكتور، اداني ماكسلاز. بس هو الدكتور فقلت النسبة؟ اداني ماكسلاز، قال لي لو في شويه التهابات او كلام زي كده ممكن يروح يعلي ايه نسبه كرات الدم البيضاء. بس حللت له تاني لقيت كرات الدم البيضاء عادي، ما فيش اي حاجه، وطت خالص، نزلت يعني عادي. وكانت نسبة الصفائح برضو عالية شوية كده يعني بسيط خالص. رحت حللت له تاني برضو ظبط الصفائح الدم، يعني حللت له بعد ما اديته ماكسلاز. ما اعرفش هو يعني هل مثلا من اللوز الغدد الدولة ورمين، لان كان معايا قصة زي كده، انا مسكت عيلة اخويا كلهم لقيت فيهم نفس الغدد اللي زي دي، لقيت تمام. العيلة فيه كده واحدة بس. انا عايز استفسر عنها، يعني هل يا دكتور دي حاجة حاضر واقعة حاضر ولا حاضر. الامر واضح يا دكتور، الغدد الليمفاوية هنا. يعني هو طبعا عشان ندي اي تشخيص دقيق لازم نشوف، شكرا جزيلا، شكرا، اتفضل يا دكتور. يعني لازم نفحص طبعا طبعا الطفل ونشوف صورة الدم بتاعته وفحوصاته. لكن بوجه عام احنا زي ما كنا بنتفق ان احنا ربنا عمل لنا جهاز المناعة هو الجيش المسؤول عن الدفاع عننا. ايوه. بمعنى ايه؟ انا عندي كل جزء من اجزاء جسمي ليه الجيش الخاص بيه، او ايوه الخلايا الليمفاوية المنطقة، المسؤولة عنه. المنطقة بتاعته يعني مش مثلا المنطقة. الرجلين فيها المنطقة ليها غدد ليمفاوية خاصة بيها، ايوه الثديين ليها، وهكذا. تحت فمن ضمن الإبط، بالظبط الفم والأسنان بتبقى هنا تحت الرقبة، بالظبط صح؟ فهو الحاجات اللي كبرت دي هي كبرت. هل ده يدي تشخيص؟ لا، بمعنى ان هي اي مشكلة تحصل في المنطقة المسؤول عنها هذا الجيش، يقوم هو يبتدي يحصل فيه نشاط عشان يواجه الخلل ده، يقوم يكبر، اللي ايوه هم بيسموها الحيل. ايوه هل الحيل ده يكبر مع الاورام؟ يكبر، يعني الورم ده مشكلة ولا مش مشكلة؟ مشكلة مشكلة. قوية، أيوة. فبالتالي هي بتكبر عشان تواجهه
ويبقى فيها ممكن يبقى فيها خلايا بقى تخترقها من الخلايا تمام الاورام دي. تمام لكن لو انا عندي اي التهاب، بمعنى عندي مشكله في اسناني، عندي مشكله في البق، عندي اي خراج، عندي اي حاجه تبدو اي حاجه بسيطه، اي الحاجات دي بتكبر اللي هو ما يسمى الحيل ده، اه فلما يكبر يدي شكل كانه هي بالظبط ورمه. اي هي طبعا مش ورم، هي التهابات. بس ايه الفرق بينها وما بين الاورام؟ اه الفرق طبعا الدكتور يقدر يحدده، اي دي بتبقى حاجه حاده وبتختفي مع العلاج، بمعنى لما ينتهي السبب المسبب ليها اه سواء اسنان الالتهاب، توا ايا كان الاسنان، الخراج، بتختفي معاه تقوم تختفي صح. وتستجيب للعلاج. امتى انا اشتبه فيها؟ ايوه لما هي تستمر بعد اختفاء السبب المفترض، يعني السبب صح، المفترض ودي موجودة متورمة موجودة. وموجوده. ساعتها انا خدت علاج وما اختفتش، يبقى انا لازم اشتبه فيها، بفحصها في صفات معينه بتفرق بين الالتهاب وبين الورم، او ما لو باخدش احتجت ان عينة؟ انا اخد منها ايوه عينه بالابره عشان ابقى متاكد منها. بالظبط. فهي ان شاء الله انها هتطلع حاجه من وهي هذا بتقول النوع. كمان انها متكررة في عند الاطفال كلهم، يعني بتاع الاسرة كلها يعني بنفس ال يعني كان هي طبعا لازم تتابع هذا الموضوع وان شاء الله ايوه يطلع بهذا النوع. هي كمان بالظبط. بتتكلم على نقطه ان عملت صوره دم لقيت ان كرات الدم البيضاء اه زايده. ليه؟ بتاع لو يعني تقول زي ما قلت لحضرتك ان كرات الدم البيضاء دي مسؤوله عن المناعه، فلما احب يحصل زياده في المناعه يبقى اي بتزيد كرات الدم البيضاء، ومن ضمنها الخلايا الليمفاويه المسؤوله عن هذا الموضوع. بالظبط. نرجع يا دكتور ونختم قبل الختام، نقول أورام الدم حابب تضيف فيها حاجة، حابب تقول في جديد في العلاج، يعني حتى الوقاية منها، أو مبدأ الكشف المبكر نحققه فيها إزاي وهكذا. مبدأ الكشف المبكر هو ما ينطبقش زي ما اتفقنا على أورام الدم الحادة بمعناه المفهوم، بمعناه التقليدي اللي هو الكشف المبكر. ليه؟ لأن هي مفيش حد مثلا هيقعد عنده ورم حاد في الدم لسنين، اي لا ده هو هيظهر نفسه في خلال فترة محدودة بالظبط، جدا باعراض بأعراض عرفناها حادة. اه جدا أورام الدم المزمنة هي اللي بيندرج تحت بند إن أنا الاطمئنان على نفسي بشكل مستمر، الفحوصات، صورة الدم البسيطة دي ممكن تخليني اكتشف اي حاجة ما كانت مستخبية. الحاجة اللي انا اقولها برضو للناس ان احنا الوراثة نوسع لها سنة يا دكتور؟ العامل الوراثي، ليه علاقة ببعض انواع اورام الدم طبعا يعني. فانا بهتم بهذا الموضوع والفحوصات سهلة، ايوه. يعني بمعنى طب ان عاوز اقول اللي عنده الوراثه، احنا بنقول اللي عنده الوراثه يحقق الكشف المبكر لو عنده سيدات وعندهم اورام ثدي بمقاييس معينه، هل بنفس المنطق بتعامل فيما يخص اورام الدم ولا لا؟ بعض انواع اورام الدم بيبقى فيها العامل الجيني مهم، وبعض انواع الامراض ما قبل الاورام حتى اللي هي المهيئه لاورام الدم زي بعض انواع الانيميا الوراثيه دي فيها عامل وراثي قوي، ودي من ضمن الحاجات المسببه لاورام الدم الحاده. فلما يبقى في حد عنده تاريخ مرضي في العيله بيتابع مع الدكتور، يعني دكتور الاورام بيبلغ دكتور الاورام وبيحدد له هل هو العامل الوراثي عنده قوي بحيث ان هو محتاج يتابع وبيحدد له برنامج المتابعه، ولا هو مش العامل الوراثي، مش هو العامل الاساسي في حالته. تمام وفي النهايه برضو بحب اطمن الناس ان اورام الدم من ضمن الحاجات اللي حصل فيها تغير كبير جدا في الفتره الاخيره، بقينا بنشوف انواع حديثه من العلاجات الموجهه والجينيه اللي بتستهدف الورم سواء لوحدها او مع علاجات اخرى. يعني ممكن انواع كتيره من انواع الاورام بتعالج اورام الدم، يعني بتعالج سواء بإقراص العلاجات إن شاء الموجهه الله. او بمحاليل من العلاجات الموجهه وبتشفى تماما او بيتم السيطره عليها إن شاء الله. سواء في الخط الاول او لا قدر الله لو حصل مشكله في الخط الثاني او في الخط الثالث. فيعني بقت من الحاجات اللي سهله السيطره عليها ان شاء الله. عموما دكتور احمد يعني دايما عند حضرتك الجديد وبتطمنا وبلا جدال، انه يعني طالما في زي ما بنقول بكره خاصه في علاج الاورام هناك ابحاث وجهود، فيعني الامل دائما في الافضل قادم يعني على طول إن شاء دائما الله يعني. اشكرك جدا جدا يا دكتور احمد إن على شاء وقتك الله وعلى تشريفك لنا، وان شاء الله نتقابل في حلقات قادمه باذن الله. بإذن الله اعزائي المشاهدين، وفي نهايه هذا اللقاء بنشكر ضيفنا الكريم الاستاذ الدكتور احمد البستويسي، استاذ علاج الاورام بمعهد الاورام القومي بجامعة القاهرة، وأشكركم جدا جدا وإلى اللقاء.